الشجر باقي كدوي معايا وباقي شويه ما تطلقتيش، باقي ما تطلقتيش كالشجر. ايوا راه تبارك الله عليك، راه شفتك في الحلقه السابقه، خص الواحد ياخذ شويه الحذر. علاش اش درت؟ انا ما عطيتك الورد. لا لا تدوزنا في امتحان صعيب. والله الا عطيتك الورد ها هو الورد كاع شميتي بعدا، والله الا عطيتك الورد السي شجر. لا تبارك الله عليك، انا بغيناك غير تطلق معنا الثقه تاع السي شجر يكون حاضر معنا اليوم. شكرا. لان بغينا نخرجوا من ذاك القالب السياسي ديال حتى اللغه شيء ارمالي، ان حتى الجمهور. وانا هنا انا هنا باغي نسجل بكل اريحيه بان اللي خلاني نجي هي اولا مشاهدتي الحلقه الاولى. انا تنعتقد ان هذا الشكل اللي سبقاتنا ليه ديمقراطيات في دول اخرى واللي تيخلي كل مواطن معني بالشان العام ومعني بالسياسه، انا تنعتبر انكم تقدمون نموذجا جيدا باش يمكن نبداو نذاكروا، واخا باقي ما تحررناش لساننا، باقي ما بغاش يتحرر. انت بوحدك لو بغيتي تتحرر تحرر. لا لا خصنا نتحرر، انا بعداك باغي نولي نهضر بحالك. او ايه بحال الطريقه ديالك. ما ديرش مع ابن عبد الله تقول لي نجلس بلاصه. لا لا راه ما نخلي حتى واحد يجلس هنا. لا لا مرحبا. مرحبا بك في فقرة اخرى على السي شكر، مازال حاضرين معكم في الكواليس.